ألو، أنا لم أفهم، أين هي 10 كيلوغرامات من الحبار الملكي؟ معذرة، هل لديكم بعض القروش؟ ليس لدينا ما نأكله ولا يكفينا المال، أرجوكم ساعدونا. ارحلوا من هنا أيها المتسولون. لا تجرؤوا على الاقتراب من منزلنا وإلا ستندمون على مجيئكم هنا. أمي، سنبقى بدون طعام مرة أخرى. كلا، اهدئي، أعرف ماذا نفعل. هل رأيت عند تلك السيدة الغنية خاتما على إصبعها؟ نعم، من الصعب عدم ملاحظة خاتم كبير كذلك. اذهبي واسقطي على قدميها كي يكون هذا الخاتم لدينا. كل أمالنا في الصغيرة. لا أستطيع الانتظار. اعتذري آنسة، أنا جائعة، أطلب بعض الماء. أفو، ابتعدي عني. أيتها المتسردة الصغيرة، ارحلي من هنا حالا. أعطياني المال أرجوكما. نحن بحاجة لمضاعفة الأمن، هذا فظيع. ابنتي، كيف صار الأمر؟ أبي أمي، تفضل، الخاتم لدي، إنه لدي. آي، رائع، سنأكل أخيرا. إلى البيت لكي نساعد بقية الأطفال. آي، سني، ما هذا؟ لماذا يؤلم هكذا؟ لقد تعبت من تناول هذا. أمر أن يحضر والدي والصغير شيئا ما. حسنا فتيات، هل انتهيتما من فطوركما؟ لحظة، ما هذا على يديك؟ ساعة؟ يا للهول، نحن نتضور جوعا هنا وهو يشتري ساعة. يجب أن نخبر والدا بذلك واحترقه. مجرد ملصق. هل صدقتما؟ غبيتان. حسنا يا أطفال، هل أنتم مستعدون لملء بطونكم؟ رائع. لقد أحضر لنا طعاما. ولكن أليس طعاما تحديدا؟ لدينا خاتم باهظ الثمن والذي سنبدله بشيء صالح للأكل. ابنتي، أعطيني الخاتم. دقيقة. أين؟ أمي، أبي، يبدو أنه ليس موجود. كيف غير موجود؟ أين وضعته؟ ها؟ أعتقد أني فقدت. ماذا؟ يبدو أنها نهايتنا. ليس لدينا مال لشراء الطعام. هل سنجوع مرة أخرى؟ يكفي، لا أستطيع رؤية أطفالنا يعانون. أبي، إلى أين جئنا؟ أطفال، هنا سيعتنون بكم. مرحبا، سيكون لدينا بيت. أبي، هل يعيش أصدقاؤك هنا؟ يمكن قول ذلك أيضا ابنتي. دعونا نطرق الباب إذن. هيا هيا. أين بابا؟ أبي، ماذا بك؟ عود. لقد تركنا. أنا وأمكم نريد أن تشعروا بالدفء وأن تأكلوا. آمل أن يكون هنا أفضل لكم من معنا. لحظة، توقفوا، دعونا نطلب السماح لنا بالدخول. هاي، فليساعدنا أحد. ماذا يحدث؟ لماذا تركنا؟ كيف ذلك؟ لقد تبقينا لوحدنا تماما ولن نعرف طريق العودة إلى المنزل. سنتجمد هنا. رفاق، هذه أثار والدتنا. وماذا بعد؟ لقد تخلى عنا. يجب أن نعود، ومع الأثار قد نجد المنزل. صحيح، هيا، في المنزل أفضل بكثير من الخارج. زهق، ربما ما كان علينا التخلي عن الأطفال. كيف هم؟ هناك لوحدهم. إنهم بخير، هناك يعيش الأغنياء. مرحبا يا جيران، كيف حالكم؟ آي سيندي، كيف أقول لك؟ كل شيء سيء، لا يوجد طعام.
كنت أعرف ذلك، لذلك أحضرت الطعام اللذيذ لكم. أطعموا الأولاد، تفضلوا. سأذهب على العمل، أنا مستعجلة جدا. زاك، لدينا طعام، يا لها من سعادة. يوجد طعام ولا يوجد أطفال؟ تركتهم عند منزل شخص غريب، يجب أن أعيدهم. أمي أبي لقد عدنا، بالكاد وجدنا طريق العودة. أولاد، من الجيد أنكم عدتم، لقد أحضرت سندي الطعام. طعام؟ أي؟ انظروا، سلة كاملة. أريد لا أصدق أننا نأكل أخيرا. كل الطعام، فالطعام التالي لن يكون قريبا. أري، لا تقولي ذلك، قلت أنني سأذهب للبحث عن العمل، وقريبا لن نعيش أسوأ من المليونير. كم أنا متعبة، هذا فظيع جدا. ما هذا؟ لماذا تصرخين؟ رتبي حذائي. أعتذر، ولكن يوم عمل انتهى وأريد العودة إلى المنزل. هل جننت أيتها الخادمة؟ هل ترفضين ترتيب حذائي؟ أنا أدفع لك الكثير. سامحيني. لن أسامحك، لن تحصلي على إجازة يوم غد، اذهبي واعملي. دعيني أذهب أرجوك، أنا متعبة أرجوك. لقد عملت شهرا بدون إجازة. اسمعيني جيدا، إما أن تنظفي المنزل بكامله الآن، أو ستدفعين لي غرامة قدرها $1000 لعدم قيامك بعملك. لماذا؟ أريد أن أستريح فحسب، أنا أعمل عند ناس شريرة جدا. أطفال، سامحونا، أنا وأمكم لم نتمكن من الاعتناء بكم. أبي، لا تقل أنك. نعم، أريد ترككم مرة أخرى عند منزل شخص غريب. قبل أسبوع رأيت هنا ناسا سيساعدونكم. لا يا أبي. أبي، من فضلك خذنا إلى المنزل، من فضلك. لا، أنتم تستحقون حياة أفضل. أبي، لا تجرؤوا على العودة إلى المنزل، أنا أمنعكم من ذلك. لن نعيش حياة جيدة، سنتجمد جائعين في الشارع. هل هنا مغلق أيضا؟ أوي، مفتوح. دعونا ندخل، ربما قد يعتني بنا أحد. المكان دافئ وجميل، من المؤكد أن الأغنياء يعيشون هنا. أتساءل، هل تلك المرأة التي سرقت منها الخاتم تعيش هنا؟ من أنتم؟ متشردون. مرحبا، نعتذر لأننا اقتحمنا البيت بشكل مفاجئ. إنها أنت، اللصة الصغيرة التي سرقت الخاتم. آسفة، لم أقصد ذلك، لقد حدث ذلك، تفهمين، أخي وأختي ليس لديهما ما يأكلان، هذا هو واقعنا، أرجوك. هل أنتم جائعون؟ هل الأمر بهذه الجدية؟ نعم. حسناً، ادخلوا، لن أطردكم وأنتم جائعون، واخلعوا هذه السترات النتنة. هل ستطعمنا غنية؟ على الأقل شخص ما في هذا العالم سيهتم بنا. لنذهب بسرعة قبل أن يطردونا من هنا. واو، كم هنا رائع، وهناك رائحة طعام. نعم، ليس مثلنا، لدينا الغبار والصراصير. ومن أنتم؟ لم أفهم. نحن ضيوف هنا وأنت. فوه، رائحتكم كريهة. انتبهي لكلامك، اخرجوا من هنا وإلا سأنادي صاحبة المنزل. كيتي ستطردكم بسرعة. مجنونة. هيا اخرجوا في الحال. سيدة كيتي، لقد تسلل المتشردون إلى منزلك. فوه، رائحة فظيعة. أليس، اتركيهم وشأنها. هل أنت جادة؟ شعرت بالأسف عليهم، إنهم أطفال وظروفهم صعبة جدا. ماذا ستفعلين بهم؟
يجب أن نلبسهم ونطعمهم. شكرا، أنت طيبة جدا. أنت موقفتنا. فليبقى عندنا قليلا. لقد عدت، يفضل أن لا تزعجوني. يا إلهي، لقد عاد نيت اليوم. هذه نهايتنا، وبالإضافة هذه الرائحة. سيد نيت لا يحب الغرباء وخاصة المتشردين. أنتم ذو الرائحة الكريهة، اختبئوا تحت الطاولة. سيرهم هكذا. حسنا، سأصرف انتباه نيت، وأنت خذيهم إلى العلية، ولكن بهدوء. اخرجوا أيها الفقراء واتبعوني، لكن لا تلمسوا أي شيء هنا. لا أفهم، هن الجميع، لماذا لا يقابلني أحد؟ هاي، هيجب أن أعلق معطفي بنفسي. أوه يا عزيزي، لقد عدت بالفعل. نعم، ألا ترين؟ أو أنا أشبه الشبح؟ كلا، الأمر وما فيه أنني ظننت أنك ستعود يوم غد. تغيير الخطة، أين الخادمة؟ دعني أخلع معطفك بدلا عنها، هيا أعطني. حسنا، عظيم. ما هذه الرائحة؟ لما الرائحة كريهة؟ وما تكون هذه؟ ماذا تفعل هذه القمامة في منزلنا؟ لقد جننتم بدوني. كيتي، قمت بإخفاء الأطفال، لن يجدهم سيد نيت. إليس أيتها الغبية، سأعاقبك. أي أطفال؟ لا أفهم. عزيزي، الأمر هو أنني تبنيت أطفالا متشردين. ماذا؟ هل جننت؟ كيف جاءتك هذه الفكرة؟ إنهم لطيفون جدا، لقد رأيتهم من قبل. أنا في ورطة. ماذا سيحدث؟ أمي أبيك، أنا في المنزل. كريس، ادخل بسرعة واذهب إلى غرفتك، لأن الآن ستكون كارثة. ماذا حدث؟ من الأفضل ألا تسأل. فو، ما هذه الرائحة؟ رهيب. مرحبا، لا تجرؤ على التحدث معي، المتشردون لن يفتحوا أفواههم أمامي. أوه عزيزي، أرى أنك تعرفت على ضيوفنا. هل جننتي؟ هل الضيوف أصبحوا متشردين؟ أرى أن المال دفعك إلى الجنون، لذا فقدت عقلك. يا عزيزي، لقد قبلتهم لسبب. ما السبب؟ نريد أن نعرف، يهمنا حقا معرفة لماذا أدخلتنا المنزل. إليس، تعالي بسرعة. سيدة كيتي، هناك كريس. انتظري هناك مع كريس، لدي خبر مهم لكم. هؤلاء الأطفال سوف يصبحون خدمنا. ماذا سمعتم؟ واو، هل هذا يعني أن لدي مساعدين؟ في الواقع فكرة جيدة. إليس، كنت تشتكين أنك متعبة، الآن افعلي ما تريدين بهم. شكرا، كان هذا حلمي. لا نوافق. ظننتك تريدين مساعدتنا من أعماق قلبك. لقد ساعدتكم بالفعل، لم أترككم في الشارع، والآن ستعيشون هنا وتفعلون ما أقول، واضح؟ توقف عن البكاء، اتبعوني بسرعة، ستغيرون ملابسكم وستبدأون بالعمل. عزيزي، أليست فكرة رائعة؟ منزل مليء بالخدم كما أردنا. الخدم أمر جيد، آمل أن لا يتدخلوا في عملي، إن عرف أحدهم ما هو عملي فستكون نهايتنا. شكرا لوالدينا الذي أخذنا إلى منزلي، أغنياء مجانين. ربما الأمر ليس بهذا السوء، نحن من دافئ وليسنا جائعين. وأعطونا زي العمل، وشكرا لأنهم على الأقل سمحوا بالاستحمام. لماذا تجلسون؟ من سمح لكم بالارتياح؟ ماذا نفعل؟ قفوا بسرعة، الآن أنا مديرتكم. وأنتم خذوا الممسحة بأيديكم بسرعة. إيفا، لا تفعلي، لن تتحدثي معنا بهذه الطريقة، نحن بشر أيضا ونريد معاملة جيدة. أكرر لك مجددا، خذ الممسحة أو نيت سيحل هذه المشكلة. لا داعي لتوبيخنا، فإن كل شيء سنقوم بأي عمل. هكذا أفضل، لكن لا أفهم، أين واحدة أخرى؟ كيسي تغير ملابسها. التغيب على الاجتماع يعني الحصول على عقاب، وأخبروا كيسي بذلك. حسناً. الآن أيها المتشردون، قوموا بالتنظيف. نعم، لطالما حلمت بهذا دائماً، الآن هم سيعملون ولست أنا. لا يوجد شيء، لا طعام ولا قطع صغيرة. لقد تجمدت، إلا متى سنواصل هكذا؟
عزيزتي ما خطبك؟ زاك أنا قلقة على أطفالنا. أين صغاري؟ ماذا لو طردوهم من هناك أيضا؟ لا تقلقي، كانوا ليعودوا كما فعلوا سابقا. أمل ذلك، لن أسامح نفسي إذا حدث معهم شيء. لا تقلقي، الأمور ستكون بخير. جيران، لم أراكم منذ فترة. مرحبا، كيف حال الأطفال؟ هل جائعون؟ لا كل شيء بخير. إذا ما رأيكم أزوركم وأحضر لكم الحلوى؟ لا داعي لذلك. في الواقع نحن مستعجلا وداعا. إذا سأذهب معكم، في طريقنا سندخل المحل وبعدها إلى صغاركم. إنهم مرضى، لدينا حجر صحي في المنزل، لا يمكنك زيارتنا. ماذا يحدث عندهم؟ وبالإضافة الأطفال مرضى، يجب أن أزورهم بالتأكيد. كم هذا صعب، حياتي لن تكون جيدة أبدا. في البداية كنت أجوع والآن أجمع القمامة. ما هذا؟ من أنت؟ ماذا؟ أنا كيسي. وأنت؟ أنا كريس. غريب، لما لم أرك في منزلي من قبل؟ هل تعيش هنا؟ من اليوم أعمل هنا مع إخواتي، لقد أجبرونا على هذا، نحن خدمون الآن. مؤسف، أرى أن والدي جنى تماما. يا للهول، هل هما والديك؟ هل ستخبرهما أنني أسقطت القمامة؟ حينها سأعاقب آسفة، سأجمع كل شيء. إيدي، لا نشتكي، أنا لا أحتاج ذلك، دعيني أساعدك. هل ستجمع القمامة؟ نعم، لما أنت مندهشة؟ أنت غني وليس عليك فعل ذلك، إن رأى والديك ما تفعله هنا سنعاقب الاثنين. لا تقلقي، لا حرج إن ساعدت فتاة ضعيفة وجميلة. شكرا كريس. يبدو أنه يجب تنظيف هنا، ولكن بينما لا يوجد أحد سأنظف الثلاجة. يا للهول، كل هذا القدر من الطعام، لم أرى قط هذا القدر من الطعام في حياتي. والآن ماذا تفعلين؟ مرحبا. من سمح لك بفتح الثلاجة دون إذن؟ كنت جائعة فحسب. لماذا فعلت ذلك؟ الطعام غالي. أليس؟ تعالي بسرعة. نعم سيد نيت، ما الأمر؟ لماذا مساعدتك تسرق من مطبخي؟ لا أعرف، لقد أمرتها بغسل الحمامات. ستدفعين غرامة. لماذا؟ لا علاقة لي بالأمر. ليس أنت، بل هذه المزعجة. وأنت يا أليس، إن تكرر هذا مجددا ستكونين معاقبة. أنت أيتها الفأرة الصغيرة، ماذا تفعلين؟ هل يعجبك غضبي أم ماذا؟ أنا خايفة منك. إيفا ماذا بك؟ من أساء إليك؟ هي شريرة. اصمتي، اذهبا لغسل الحمامات. لقد غسلت كل شيء، الحمام في الطابق الثاني نظيف. والأربعة الأخرى أنسيت أمرها؟ أربعة حمامات؟ لن ننظفها قبل حلول الظلام. لا أهدم، أريد أن تلمع الحمامات حتى صباح الغد، وأفضل من أسنان سيد نيك. حسنا، إنه حظ عاثر، ولكن لا بأس، لنذهب لغسل الحمامات. هل يمكنني إنهاء الطعام؟ بالطبع ينهيه. كم هو لذيذ. دعني أكل أيضا، فمعدتي فارغة. هيا تحركوا بسرعة، لقد حان وقت النوم. نعتذر، ولكننا لم ننتهي من التنظيف بعد. حسنا، هذا يكفي. لا أريدكم أن تتجولوا ليلا. سيدة كيتي، حسنا، ما هي التعليمات؟ خذي الخدمة إلى الغرفة. مذهل، ستكون لدينا غرفتنا. نعم، ها هي، يمكنكم الدخول. ولكن هنا قضبان، هل سننام خلف القضبان؟ بالطبع، يجب أن تكونوا تحت المراقبة، وفي غرفة كهذه ستكونون تحت السيطرة. هيا ادخلوا بسرعة، هيا. هذا جنون. أين الأسرة؟ هل سننام واقفين؟ بالطبع لا، ستنامون على الأرض، هذا أفضل من الوقوف. حتى في بيتنا كنا ننام على مراتب، وأنت لديك الكثير من المال، هل تبخلين على إعطائنا مكانا جيدا؟ يا عزيزتي، خدم مثلكم لا يستحق ذلك.
وأين الرابعة؟ أي هذا رهيب، كيس تتغيب مرة أخرى، يجب أن أعاقبها. سأجد هذه الفتاة الغير مؤدبة. ما رأيك في الشاي؟ لذيذ جدا، شكرا يا كريس. بالمناسبة أنت لا تشبه الأثرياء الآخرين. كيف ذلك؟ والديك صارمان وشريران وأنت طيب. نعم لا أعرف أيضا لماذا هما هكذا. بالمناسبة ماذا يعمل والدك؟ لا أعرف هذا أيضا، إنه سر عائلي. ها أنت يا كيس، لقد وجدتك، ماذا تسمحين لنفسك؟ وما الأمر؟ قفي عندما أتحدث معك، الجميع ذهب على النوم بينما ترتاحين هنا. كنت أتحدث مع كريس فحسب. أمنعك من التحدث معه، أنت خدامة ويمكنك فقط تنفيذ الأوامر. إليس لا أفهم لماذا تتحدثين مع الموظفين هكذا. هذا لأنني أنا المديرة. نسيت أنك خادمة أيضا، هل يجب أن أصرخ عليك أيضا؟ لا فعلت ذلك من أجل الوقاية. كيس لنذهب إلى الطابق الثاني إلى جميع. إلهي إلى الجنة تماما. ظهري يؤلمني، يستحيل النوم على الأرض. أريد ذهب للحمام. أنا لم أتناول الطعام لذلك معدتي الآن تقرر. كريس ما الذي تفعله هنا؟ جئت لأحضر لكم بعض الحلوى. خذي تفضلي، هذا ألذ شيء. يا للهول، شكرا جزيلا. هل أحضر شيئا آخر؟ لا داعي. أحضر كوكاكولا. إيفا اصمتي، تريدين الذهاب إلى الحمام. أراك غدا كيسي. أي رفاق، لدينا طعام. من كان ذلك؟ البستاني؟ ليس كذلك، إنه ابن كيتي ونايت. موديل، لديهما ابن وأنت تعرفت عليه. نعم، لقد التقينا بالصدفة في الصباح. حسناً، لماذا أحضر لك الطعام؟ هل هناك شيء بينكما؟ لا تقولي ذلك، كريس طيب فحسب، هيا كلي. حسناً، علينا تنظيف كل شيء، إن عرف أحد أننا أكلنا بالليل سنتورط. المكان ليس بهذا السوء هنا. الأهم هو أنهم يطعموننا وهو نظيف، ربما هذا أفضل حقا من التواجد في منزلنا الفقير. حسناً، هل اجتمع الجميع هنا؟ الجميع؟ غير متوقع، وحتى كيسي لأنها تحب التغيب كما لاحظت. هيا أخبروني ما هذا؟ كيسي هل حدث شيء؟ لقد وجدت كيس رقائق بطاطس في الزنزانة. ماذا؟ إنه ليس لنا. اعترفوا بسرعة من أين أخذتم هذا؟ أو سأعاقبكم واحدا تلو الآخر، وسأبدأ من إيفا. لا تلمسي إيفا، أنا من أخذ العلبة وأكلتها بنفسي. كيسي ماذا بك؟ لا تفعلي ذلك. لم يأكلها أحد منهم، أنا أكلتها، يمكنك معاقبتي. أيتها الشقية، من تحسبين نفسك حتى تأكل الطعام من بيتي بدون إذن؟ هيا عاقبيها. يا كيسي لقد تمديت كثيرا، لقد ميزت نفسك عن الجميع وستنظفين البيت كله لوحدك. ماذا؟ لن تستطيع، المنزل كبير جدا. وماذا أيضا؟ ستبدأين من غرفة كريس، أقام حفلة هناك قبل أسبوع، لم يقم أحد بتنظيفها بعد. وماذا بعد؟ وإن باكيتي فسأخذك إلى الغابة لجمع الحطب للمدفع. سأنظف بسرعة وسأذهب. يجب أن أنظف كل هذا. يا إلهي إلا هذا، كيف سأستطيع تنظيف كل هذا؟ كيسي ما الذي تفعلين هنا؟ كريس أنا هنا. أتيت إلى الغرفة؟ لأنظف هذه الفوضى، واتضح أن هنا فوضى كبيرة. لماذا أغمضت عينيك إذن؟ أنت بلا قميص. ماذا؟ أنت بدون قميص. كيسي أنا لا أفهم ما تقولينه. أنت تحرجني. آسف لم ألحظ ذلك. كريس هل يمكنني أن أطلب منك مغادرة الغرفة؟ سأنظف وبعدها ستعود. إذن دعيني أساعدك، في النهاية كانت هذه حفلتي. لا داعي، سيتم توبيخي. سأحميك.
كريس، هل نظفت المنزل من قبل؟ بصراحة بصراحة هذه المرة الأولى. يا إلهي. خذي هذا كريس. ماذا تفعل؟ اللعب. ماذا لا يمكنني؟ هكذا. إذا ننتظر. امسك هذا. تعالي إلى هنا. جيران استيقظا. ماذا تريدين؟ أحضرت الدواء للأطفال. أين هم؟ نادوهم. أي دواء وأي أطفال؟ سيندي اذهبي إلى منزلك. هل جننتما؟ أطفالكما مرضى؟ قلت ذلك بنفسك. أوي سيندي، لقد تعافوا منذ زمن وطلبوا مني أن أخبرك أنك جارة سيئة تقتحم المنزل دائما. نادي الأطفال، فليخبروني ذلك شخصيا. سيندي، أطفالنا في عائلة أخرى منذ مدة. أي عائلة؟ أخذناهم إلى الأغنياء مرة أخرى ولم يعودوا، يعني أنهم بخير. هل تردتم الأطفال؟ أنتما غبيا. وماذا نفعل؟ أنهم جائعون هنا. نحن والدا سيئا، لا نستطيع توفير الحياة لهم. سأتصل بالشرطة وستسجنني لوقت طويل. هاي لا داعي، لا داعي لأي شرطة. إن لم تعيد الأطفال فسأوجه جميع الأنظار عليكما وستعاقبان. هذا يكفي، زاك سيذهب الآن وسيعيد الأطفال بسرعة. أنا ذاهب ذاهب. هيا هيا. حسنا تفضلوا أيها الخدم. كم يغضبني عندما تنادينا هكذا. اصمتي يا فتاة فأنا أتحدث. وما هي مهمتنا هذه المرة؟ أنت وأنت وأنت ستقومان بتدليك يد ورجل كيتي. اصمتوا، إن كيتي متعبة وتحتاج للراحة. هل تعبتين الاستلقاء على الأريكة؟ هيا قوموا بالتدليك. افتحوا افتحوا. من جاء إلى هنا؟ ما هذا الصراخ؟ ها قد انتهينا. هاي لم ينتهي شيء، أنا الآن ستقومون بتدليك أنا. هيا هيا. عيدي إلي أطفالي في الحال. من أنت أصلا؟ أنا والدهم القانوني، أحضرت أطفالي إلى هنا لكني أخطأت وأريد إعادتهم. هل أنت جاد؟ من الجيد أن زوجي لم يسمع هذا. ماذا يحدث هنا؟ أوي عزيزي لقد سمعت بالفعل. عيد أطفالي، أين هم؟ ماذا فعلتم بهم؟ اسمعني جيدا، من سمح لك باقتحام منزلي؟ لا تعرف حتى من أنا؟ لا يهمني إطلاقا، أعد أطفالي. أطفالك هم خدمنا الآن ولن يذهبوا معك إلى أي مكان. هيا أمسك، ولا نريد رؤيتك هنا مرة أخرى. كيتي اطلبي من الحراس أن يطردوه، هاري سيأتي قريبا ولا يجب أن يرى متشردين بالقرب من منزلنا. مال رائع، لأول مرة في حياتي أملك المال. أبي، لماذا اجتمعنا هنا؟ حدث مهم. نعم صديقي قادم، ستناقشان الخطط العالمية مجددا. كريس لا تلمس والدك، أنت تعلم أنه يعمل في أمور خطيرة للغاية. مرحبا. هاري صديقي تعال واجلس، أنت كالعادة تستقبلني بأفضل استقبال ممكن. استقيم وانتظروا التعليمات. أرى أن لديك الكثير من الخدم. نعم يمكننا تحمل تكاليف ذلك. هل تحتاجونهم كلهم؟ لا نمانع من أخذ واحدة، لقد طردت خادمتي لذا ليس لدي من يهتم بالمنزل. خذها إنها جاهلة، بتعبير أفضل الخادم الأفضل من بين الجميع. بالضبط، يمكننا أن نعطيك كاسي. لا لا نذهب إلى أي مكان. هي لا تعرف بعد كم هي محظوظة، ستهدأ وستأتي إليك. سأذهب لأغسل يدي. كيسي سأخذونها سأخذونها. اهدئي كيسي، لن تذهبي،
لا نسمح بذلك. وماذا أستطيع أن أفعل؟ سيرسلوني إلى منزل آخر. تظاهري بالمرض، سأهتم بالباقي. هيا. هاي، إلى هنا، إلى هنا. بني، ماذا حدث؟ كنت ذاهبا والخادمة فقدت الوعي. ماذا حصل؟ ربما هي مريضة؟ ماذا؟ أردتم إعطائي خادمة مريضة؟ هاري بالطبع لا. الأمر واضح، إذا هذه هي صداقتك. سأقطع صداقتنا. أبعدوها على الفور. احبسوهم في غرفة مع قضبان ولا تخرجوا هؤلاء الخدم، فإنهم معديون. أرييل، كيف استطعت طرد الأطفال؟ أنا لم أطردهم، أردت لهم الحياة الأفضل التي لا أستطيع توفيرها لهم، ولكني معكم، كنت سأساعدكم. انظروا انظروا ماذا لدي، المال. أين الأطفال؟ أطفال؟ لم يعطوني الأطفال، فقط المال. يكفي، سأتصل بالشرطة. هل أنت أحمق؟ لم تعد الأطفال؟ يا لها من كارثة. بمجرد أن رأيت المال نسيت الأطفال فورا. ستأتي خدمة رعاية الأطفال قريبا والشرطة، وآمل أن تحبس إلى نهاية حياتكما. كيسي، أنت معنا؟ ماذا فعلوا بها؟ هل سنفقد أختنا حقا دون أن يعرف والدانا بذلك؟ لن يحصل ذلك، لقد تظاهرت، كانت هذه خطتي أنا وكريس. مع كريس؟ ماذا؟ مستعدون؟ نعم، لنذهب، هيا. إلى أين؟ ستفهمون كل شيء لاحقا، لنذهب. لكن أسرع، الوقت محدود. حسنا، إلى أين نذهب؟ إلى المخرج، أنتم أحرار، هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، والدي مجنونان، أريدكم أن تعانوا. كريس، شكرا، أنت طيب جدا. احذروا. كريس، شكرا جزيلا لك، لم أعتقد أن الأمر سيصل إلى هذا، كادت عائلة أخرى أن تأخذني، وكنت سأفترق مع أخواتي. ما كنت لأسامح نفسي على ذلك، لذا أساعدكم. كريس، أمل أن تكون بخير، لأننا لن نلتقي أبدا. اعتنوا بأنفسكم. سيندي، سنصلح كل شيء. كلا، لقد تأخر الوقت، الشرطة قادمة. وها هي الشرطة. لقد اشتقنا لكم. والأطفال، أحبائي، أعزائي، سامحونا، سامحونا. أوه، لقد عشنا الكثير، لقد جعلونا خدما. بالكاد هربنا، صعدنا كريس. لا أعرف ماذا أصابني أنا ووالدكم، لن نفعل ذلك مجددا. سيندي، لا تخبر الشرطة عنا. لا أعرف، إن أراد الأطفال البقاء معكم. نريد، نريد جدا. بعد كل ما فعله، من الأفضل أن نكون في المنزل مهما كان. سنصلح كل شيء، سيندي أرجوك، وأنت سامحين أيضا. حسنا، سأذهب وسأوقف الشرطة. لن أرى كريس مجددا. تفضل، لقد حصلت على راتبي. هذا رائع، أريد أن أصرفها. تبي، من أين لك الكثير من المال دائما؟ مشكلة، هرب الخادم. أليس، ماذا هناك؟ الغرفة التي كان فيها الأطفال فارغة. ماذا؟ كيف فعلوا ذلك؟ من ساعدهم؟ تبي، لما تقلق؟ لقد هربوا، ليكن ذلك، سنجد غيرهم. هل تعرف ماذا سيحدث إن سلمونا إلى الشرطة؟ إنها النهاية، إن اكتشفت الشرطة ماذا تفعل فسوف تكون نهايتنا. حسنا، سننتقل إلى مدينة أخرى، اجمعوا المال والذهب بسرعة. رهيب، الآن لن أرى أبدا كيسي. أرى أن لديكم الكثير من الخدمات. يا إلهي، إنهم الخدم، صديقي من القرن 16. يا له من خطأ بسيط. مرحبا بالجميع. رهيب. بن ب ب ب ب ب ب رفاق، عودوا مرة أخرى، انتهت صداقتنا.
أنت تع... هل اختنق؟ كلا. يا لو من موقف مضحك. وإلا نيت سيعاقبكم هكذا. مجرد رهيب. فهمنا كل شيء وسننفذ أي عمل.